سبيشال فورمز اوف باراپليجيا. الدرس ده نتكمل مع درس الباراپليجيا، انواع خاصه من الباراپليجيا جبنا سيرتها المره اللي فاتت، بس لازم نشرحها لان كل واحده فيها سؤال بيتي لوحده، كل واحده فيها كيس بالكيس اللي احنا بنحلها دي. نبقى واحد ترانسفيرس مالايز، واحنا قلنا بقى ترانسفيرس مالايز دي تبع عنوان فوكال ولا سيستميك ولا ديسيميك؟ وهي فوكال كام؟ انترا مودرنيت ولا اكسترا؟ خلي بالك ولا كده ولا كده، دي مش كومبريشن، ده التهاب اسمه ترانسفيرس مايلايتس. ليه كلمه مايلايتس؟ مايلايتس يعني انفلاميشن في الكور، انفلاميشن في الكور. ترانسفيرس يعني العرض، يعني خد الكور بالعرض، والتهاب في الكور اللي دي هيكون عمل بايلاترال ايه؟ بيراميدال افكشن، صح؟ اكيوت انفلاميشن. جراي ولا وايت ماتر اوف الكور؟ نعم الاثنين صح. one or more spinal cord segments ده بيأفكت الجري والوايت، لأنه الترانسفيرس بياخد بالعرض. affecting one or more spinal cord segments adjacent، يعني ايه adjacent؟ يعني ما يسيبش، يعني ما يسيبش. commonly thoracic كده بالمنظر ده، خلي بالك بس. adjacent يعني ما ينفعش مثلا ياخد تي 4 وتي 7 ويسيب اللي في النص، انت فاهم يعني اللازقين في بعض كويس. adjacent one or more مش بالذات one، ممكن one او اكثر spinal cord segment adjacent لازقين في بعض commonly في الثراسك. طب لو commonly في الثراسك يبقى يعمل باراپليجيا ولا؟ طب والبوتس ديزيز commonly فين؟ ثراسك، مين ثراسك؟ ده جري ماتر البني والاصفر، وايت ماتر فهو بيأفكت جري اند وايت كده المنظر كله كله. طب يبقى شامل البيراميدال ولا لا؟ طبعا. واذا كان ده الكود بالطول ياخد وان اور مور ادجيسنت كومنلي ثوراسيك، كومنلي بيجي هنا في الثوراسيك سيجمنتس بالمنظر ده، ياخد مثلا دي تبقى واحده، دي نبقى كام؟ دي اربعه، وممكن كده دي اربعه وخمسه وسته. طب لو خد اكتر من واحده بيبقوا ادجيسنت، يبقى بالطول وبالعرض الجري والوايت فوكال باراپليجيا، صح؟ فوكال نشن في حته معينه يعني كده، ما هي دي هي دي. طب معناها ان البيلوزات هنلاقي لوس اوف ويتش تايب اوف سنسيشن، اول تايبس اوف سنسيشن. طب واذا كان المرض ده اكيوت انفلاميشن زي ما قلنا في الديفينيشن، يبقى ليه ولا مالوش شورت ستيج؟ يبقى ليه شورت ستيج؟ يبقى ترانسفيرس مايلايتس فوكال باراپليجيا قلناها امبارح، لا هي سيستميك ولا هي سيجريتد، بس دي مش كومبريشن ودي مش ماسكر، امال دي ايه؟ دي انفلاماتوري كده على المنظر. انترا ميدالي ولا اكسترا ميدالي ولا دي ولا دي؟ ليه؟ لانها ما هياش كومبريشن. فبناء عليه اقول الايديولوجي ايديوباثيك سبب مش معروف، ده واحد. اثنين انفكشن، ايميونولوجيك، عدى عليهم واحد واحد، عدى عليهم واحد واحد. نمرة واحد الهيباتيك اللي كنا بيقول عليه الهيباتيك طلع ان هو اوتو اميون لانه بيستجيب للكورتيكوستيرويدز. الهيباتيك ده اوتو اميون بيستجيب للكورتيزون. اثنين الانفكشن، انفكشن فايرال دول، هتحفظ اسامي فيروسز ده ايه ده؟ هيرب سيمبلكس، هيرب زوستر، سايتوميجال فيروس، اكشتاين بار فيروس، انفلونزا. هيرب سيمبلكس، هيرب زوستر، سايتوميجالو فيروس، اكشتاين بار فيروس، انفلونزا. كوكساكي بين ايكو اللي كانوا بيعملوا دراي كلينيكال فيروس ودراي فلوز. بكتيريا تي بي وسيفلس وديفتيريا. الفيرال هو الموست كومن كوز في كل اسباب الترانسفيرس مالايتس. في كل اسباب الترانسفيرس مالايتس الفيرال هو الموست كومن كوز. ايمينولوجيك بعد الفاكسينيشن ده بيطلع حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يعني ساعات واحد ياخد فاكسين للريبس، انت عارف الريبس بيتعمل له فاكسين. في بعض الناس لما ياخد الفاكسين بتاع الريبس بيحصل له هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يعمل لك انفلاماتوري رياكشن في السباينال كورد، which is very rare. وممكن نتيجه فاسكيلايتس، طب فاسكيلايتس يعني زي سيستميك لوبس، طب يبقى اللي بيهاجم الكورد هنا مين؟ انتي بوديز. طب واذا هاجم الكورد انتي بوديز تبقى الانفلاميشن هنا اللي هي واسطه لوبس
infective ولا non infective؟ non infective inflammation. non infective inflammation زي ما قلنا non infective pneumonia قبل كده. هي اللوبس دي ما بتسيبش. يبقى بتطلع انتي بودز ضد الجسم كله. ترانسفيرس مالايز. اياتروجينيك وتوكسيك يعني عيب من العلاج. دكتور البنك دخل عيان يعمل له بنج النصفي خرج عنده اريتيشن للكور باي دراج. يعني الابره اللي انت اديتها للعيان عشان في حاجه اسمها بنج نصفي ولا ايه؟ يبقى عيان مصحصح. بس انت بتحط له ابره في الضهر عشان تبنجه. الابره دي الانستيزيا اللي انت اديتها بتعمل اريتيشن للسباينال كورد. فممكن تعمل التهاب في الكورد بس نون انفكتيف انفلاميشن. وممكن توكسيك افكت من دواء. في بعض المدمنين بياخدوا هيروين وساعات امفيتامين ده ليه توكسيك افكت على الكورد وعلى الحته الثانيه في الجسم. حاجات نادره جدا. اتفضل عندي ديمالينيتنج يس اند ديسيمينيتنج انكيفالومالايتس. صح. الديسيمينيتنج انكيفالومالايتس ده نوع خاص جدا من الديسيمينيتنج زيه زي الدي اس لكنه في فيفر وهيدك وكوما واكيوت اونست قوي. In this case they will cause focal paraplegia لما كان المفروض يعملوا الديسيمينيتنج. دي الاجابه بتاعت امبارح. خلي بالك بس من الكلام لو سالك عليه عايز يديك فول مارك الديسيمينيتنج بيعمل فوكال ولا بيعمل هل يعمل ليفل؟ ما بيعملش ليفل. لكن لو عمل ترانسفيرس مايلايتس هيعمل ليفل لان هيكون عمل فوكال باراليزيا. دي الاجابه بتاعت السؤال امبارح لان ده مهم جدا. الديسيمينيتد سكليروسس ما بيعملش باراليزيا ويز 11 بيعمل باراليزيا ويزاوت 11. يقول لك هو ما ينفعش يعمل ليفل. تقول له ينفع يعمل ليفل. يقول لك امتى ينفع يعمل ليفل؟ يقول لو عمل ترانسفيرس مايلايتس. بس هو ما بيعملش ترانسفيرس مالايتس الا نادرا. طب هو لو عمل ترانسفيرس مالايتس هتعالجه ازاي؟ لو دي اس هو سبب الترانسفيرس مالايتس هيبقى العلاج النيورو هيبقى علاج الدي اس. طب هو علاج الدي اس كان من ضمن كنا ازاي بنعالج الدي اس في الاكيوت ستيج؟ اي في او اي ام كورتيكوستيرويدز. يعني هنا بدي كورتيزون. يعني الدي اس اثناء الاتاك كنت بديله كورتيزون من اسبوع لاسبوعين. طب بس واحده واحده. وكمان هنا لو كانت لوبس هي المتهمه هعالج برضه بكورتيزون. انا لوبس علاجها كورتيزون. وهنا برضه هعالج بكورتيزون. فين؟ في الايديوباثيك. وثلاث حالات في الترانسفيرس مالايتس هياخدوا كورتيزون. الايديوباثيك لانه طلع ان اوتو انيون بيستجيب للكورتيزون. واللوبس لان لازم اللوبس تاخد كورتيزون لانها اوتو انيون. والثالثه اللي هي دي اس لان الدي اس في الاكيوت اتاك بياخد كورتيزون. كويس. يبقى الدي اس لو كان عامل ترانسفيرس مالايتس هيعمل ليفل لما كان المفروض ما يعملش ليفل. وده اجابه السؤال بتاع امبارح. طيب بالايتيولوجي في كل الاسباب دي انفكشن هو الموست كومن. والموست كومن يبقى فايرال كلينيكالي. ترانسفيرس مالايتس اكيوت يبقى ليها مرحلتين ولا مرحله واحده؟ الاولى اللي هي شوك ستيج من اسبوعين ست اسابيع وبعدين ريكفري ستيج بارابليجيا فلاسيد. صح فلاسيد؟ فلاسيد يعني ايه؟ عليها كده مواصفات كانها بس هي مش لور موتور. لدرجه بيراميدا بس كانها لور موتور. يعني فيها فلاسيد يعني هايبوتونيا هايبوليفلكسيا ابسنت بارنسي وسنسوري ليفل بلو ويتش all types of sensations are lost. ليه retention with overflow shock stage وبعد كده يبقى spastic ونفس sensory level. spastic يعني ايه؟ hypertonia hyperreflexia post paralysis. يقعد spastic قد ايه؟ طول العمر. لكن precipitancy او automatic مين more common؟ precipitancy more common. طب هو precipitancy او automatic precipitancy يعني نص control والاوتوماتيك نو كنترول بعد لما عدى على مرحله اسمها ريتنشن والاوفر فلو. لان هنا في حاجه اسمها شوك ستيج. اتوقع لو كان الدرس حاجه ثانيه غير ترانسفيرس مايلايتس الحاجه الثانيه دي جراديوال قوي كان يبقى فيها شوك ستيج. نو ما كانش يبقى فيها. ديفرنشال دايجنوزس مع اكيوت كورت كومبريشن. ليه الثلاثه دول؟ اشمعنى الثلاثه دول؟ دول عشان فيها اكيوت ابر موتور نيرون ليجن وذ شوك ستيج. acute cord compression و anterior spinal artery occlusion. ليه بيتشابهوا دول مع الترانسفيرس مالايتس؟
عشان اكيوت ابر موتور نيرون ليجن ومعاهم شوك ستيج. ليه شوك ستيج؟ عشان اكيوت. طب هو الاكيوت كور كومبريشن زي ايه يعني؟ اكزامبل يعني. قلنا امبارح. امبارح قلنا اكيوت وصار اكيوت وكرونيك. طب الاكيوت كان فيه تروما وبوتس وديسك برولابس. طب وانتيريو سباينال ارتري لما تسد الانتيريو سباينال ارتري ده بيتسد الجلطه يا امبوليزم يا ثرومبوزس. يعني اكيوت قوي. الثرومبوزس اكيوت والامبوليزم اكيوت قوي. فيبقى اكيوت يبقى برضه ليها شورت ستيج. يبقى لازم ادخل اكيوت كورد كومبريشن في الديفرنشال دايجنوز ولازم ادخل انتيريو سباينال ارتري في الديفرنشال دايجنوز لانها كده. طب الجامبا ليه سندروم علاقته ايه بالموضوع؟ نعم؟ غير كده غير ماشي بس اهم من كده انه فلاسيد يعني شبه الشوك ستيج. اللور موتور نيرون ليجن بتاعته هايبوتونيا هايبولي فليكسن وابسن بريس فشبه الشوك ستيج بتاعته يعني هيشبه الشوك ستيج الاولانيه وبرضه جامبا ليه سندروم اكيوت. طب هو جامبا ليه سندروم ده بيعمل بارابيشيا ولا بيعملش؟ طبعا بيعمل بارابيشيا بس يعني نوع البارابيشيا. احنا امبارح جبنا سنت فلاسيد بارابيشيا وقلنا انتيريو هون سيلز روت نيرف. طب لما جبنا سنت النيرف ادينا اكزامبل بيلي جامبا ليه سندروم لان بيشبه الشوك ستيج. بس الجامبا ليه سندروم بتلاقي سايكو ادرينس ديسوسيشن هنا لا اجلها لحظه. تكتب كلمتين عن كل واحد. انفستيجيشنز من راحه سي اس اف زياده في السيلز والبروتينز مفيش سايتو البيرنس ديسوسيشن. اولا السيلز زادت ليه؟ عشان المرض انفلاماتوري فبتزيد السيلز. اني سيلز اشهر سبب هنا فايبر يبقى السيلز اللي هتزيد ليفوسايتس. ولو كان البروتين تزيد لان المرض لانها اكيوت فيز رياكتنس. البروتين بتزيد في الاكيوت فيز رياكتنس يعني هنا المرض انفلاماتوري فبيزيد في اكيوت فيز رياكتنس من ضمنهم البروتينز بيزيدوا قد بعض. مفيش هنا ما يدعو ان انت تلاقي السيلز اكتر من البروتين او البروتين اكتر من السيلز زي ما في الدي اس. لو كان السبب دي اس يبقى هلاقي في سي اس اف زياده صح اي جي جي وبيعمل حاجه اسمها اوليجو كلونال بانز ام ار اي دايجنوستيك ليه تو اكسكلود كور كومبريشن. والام ار اي هيشوف حاجه ولا حاجه. الام ار اي هيطلع نورمال. فهو بعمله ليه؟ عشان استبعد اكيوت كور كومبريشن. طب انت ليه عايز تستبعد اكيوت كور كومبريشن؟ عشان لو كان في اكيوت كور كومبريشن لازم تنده الجراح عشان يعمل حاجه. فيبقى لازم استبعد اكيوت كور كومبريشن بالام ار اي. هيبان الاشعه ايه؟ الام ار اي هيبان هنا ايه؟ ولا حاجه نورمال. بس بعملها عشان استبعد كور كومبريشن لان لو كان في كور كومبريشن محتاج ان انت تنده السيرجن. تريتمنت. الاكيوت انفلاميشن ممكن تخف لوحدها لكن في نقص سبيسيفيك سيمتوماتيك تريتمنت زي فيتامينز وكلام فاضي. لكن الكورتيزون في الحالات الاتيه. بريدنيزون كالعاده 1 ملي جرام بير كي جي بير داي في الايديوباتيك لانه طلع ان هو اوتو ايميون في السيستميك لوبس انها بتاخد وفي الدي اس. وفي الدي اس اثناء الاتاك بندي اي سي تي اتش. صح في اثناء الاتاك كنا بندي اي سي تي اتش؟ كويس. واحنا ازاي نعرف ان الدي اس ده اثناء في اتاك ولا بنعمل ام ار اي وذ كارولينجا؟ يبقى العلاج يا اما ولا حاجه لان هو لو فايرال هخف لوحده. حد يعترض يقول لي طب ما احنا ندي انتي فايرال تريتمنت جربوه ما نفعش. جربوه هنا ما نفعش. فاحنا بنعمل نون سبيسيفيك تريتمنت لو كان فايرال ونسيبه لوحده بيخف ان شاء الله. لكن لو كورتيكوس لو كان العيان عنده انديكيشن للكورتيكوستيرويدز ثلاث حالات دول هم الانديكيشن للكورتيكوستيرويدز. ثلاث حالات دول الايديوباثيك اللي احنا مش عارفين سببه سيستميك لوبس او ديسيميتد سكليروزس. Anterior spinal artery occlusion كلمتين عنه بالظبط spinal artery occlusion كلمتين عنه بالظبط زي الترانسفيرس مايلايتس مع بعض الفروقات. الرسمه دي رسم سيركل اوف واللي اتعدت علينا. بس انا افكرك بحاجه ان الارتري ده vertebral artery. هو الفيرتبرال artery يمين vertebral artery شمال بيتحد ويبقى اسمه basilar. البيزر بقى بيكمل ويحاول يديني على حاجات فوق من ضمنها سوبيرو سيريبيلر من ضمنها بوستيرو سيريبيلر ولا لا؟ بس بيديني ده بايكا ماليش دعوه بايكا بس بيدي ده حرف واي مقلوب وحرف واي عين ده مين ده؟ انتيريور سباينال ارتري. الانتيريور سباينال ارتري هنا اللي هو هنا ده رايح يسبلاي السباينال كورد ده طالع من الفيرتبرال ارتري.
زي ما انت شايف كده بينزل بطول الجسم يعدي على السباينال كورد مصوره في عماره شقه شقه ويدي برانش لكل سيجمنت. فتعالى نشوف يعمل ايه ده كده بمنظر دي الاورطه ملهاش دعوه بالاورطه. وبعدين في فيرتبري عايزك بس تركز في اللون الازرق ده. اللون الازرق ده مين؟ ديسك بين العظمه والعظمه. ودي الاورطه. طب اطلع بعينك فوق شويه تلاقي هنا اللي بالطول ده anterior spinal arch كده المنظر. طب مين دي فرع للسيجمنت دي ولا لا؟ طب وايه دي فرع برضه دي؟ وايه دي فرع اللي فوقيها؟ مصوره في عماره. جينا هنقول بنحسب بنعمل ايه؟ ثرومبوزس او امبوليزم فيه. ثرومبوزس او امبوليزم في الانتيريور سباينال ارتري اهي اهي الفرع بتاعه في السيجمنت دي. طب دي فوكال ولا مش فوكال؟ دي فوكال. ده انا شدت في الليفل ده هنا. طب الليفل اللي تحته سليم والليفل اللي فوقيه سليم. يبقى انت انا شدت هنا اللون الاسود ده يا اما ثرومبس يا اما امبوليس. ايه الفرق؟ ثرومبوزس يعني جلطه متكونه هنا، امبوليزم يعني جايه من مكان بعيد. كويس. دي ثرومبوزس او امبوليزم هيترتب عليها ان السيجمنت الارتري ده اتدمر لو فرع من الانتيريو سباينال ارتري بتاع السيجمنت دي. يبقى سيميلر لايه؟ هيبقى سيميلر للترانسفيرس مايلايتس بالظبط. بس الترانسفيرس مايلايتس انفلاماتوري ودي باسكر. بس الاثنين نشنوا على سيجمنت او اكثر من الكورد. بلاكن سبير ديب سنسيشن. الكلام ده قلته امبارح. سبير ديب سنسيشن زي اي نوع من الكومبريشن. انترا ميدالري ولا اكسترا ميدالري؟ انترا ميدالري كومبريشن. انترا ميدالري ولا اكسترا ميدالري؟ انترا ميدالري كومبريشن. امبارح انا قلت الكلام. طب هو السبير ديب سنسيشن، طب انت عينك هنا على السيجمنت بالمنظر كده بالمنظر الديب سنسيشن الازرق ده ليه لسانته هنا؟ لان ده ورا ده بوستيريو وقدام ده الانتيريو. ده الحته دي انتيريو قدام والازرق ده بوستيريو ده بوستيريو كرم. طب يبقى معنى كده ان القطر بيسبلاي المنطقه دي لكن ملوش دعوه بالمنطقه دي. ما المنطقه دي سبلاي لمين؟ بوستيريو سباينال ارتري. ده مش فرع مش تبعها خالص. يعني معنى كده الحته دي افكتد ولا سبير؟ طب واذا كانت بوستيريور كولوم نوت افكتد يبقى بتفحص الديب سنسيشنز تلاقيها نورمال زي الانترا ميدالري باربليجيا. الكلام ده على اعلى درجه يعني. يبقى الانتيريو سباينال ارتري اوكلوجن هيعمل فوكال باربليجيا وسبيرنج اوف ذا ديب. يقول لك ليه الديب سنسيشن سبير؟ تقول له عشان بوستيريور كولوم نوت افكتد. يقول لك ليه نوت افكتد؟ تقول له it is not supplied by the anterior spinal ارتري. يقول لك طب الانتيريو سباينال ارتري فرع منين؟ تقول له من الفيرتبرو بيز من الفيرتبرال ارتريز. يتفضل عندك